تراجع زخم الاحتجاجات السياسية في إيران لتتقدم الاحتجاجات المطلبية بعدما دخلت البلاد في موجة برد وصقيع غير مسبوقة خلال العقود الماضية. لليوم الرابع على التوالي الاحتجاجات مستمرة في محافظة خراسان رضوي بعد انقطاع الغاز رغم تساقط الثلوج وانخفاض الحرارة إلى ما دون الصفر، وذلك في بلد يمتلك ثاني أكبر مخزون نفط في العالم من بعد روسيا. أما في الأهواز التي تضم 80% من النفط الإيراني، فاحتج عمال وموظفي صناعات النقل على انخفاض رواتبهم في الوقت الذي تعاني فيه البلاد من أزمة اقتصادية خانقة وصل فيها التضخم إلى 48%. ومن أجل حل أزمة الغاز لجأ النظام الإيراني إلى تقليل استهلاك الغاز بإغلاق المدارس والدوائر في طهران وبعض المدن الأخرى. ما يحصل الآن هو بالضبط ما أراده النظام الإيراني أن يحصل في الفترة الماضية، وهو تحول في مسار الاحتجاجات في البلاد التي بدأت تنديدا بمقتل مهسا أميني وبمطالبات بتغيير رموز النظام وإسقاطه. أما الآن فقد انحسرت المطالب وباتت تتركز أكثر على كل ما يتعلق بالاقتصاد والمعيشة، إضافة إلى انخفاض وتيرة الاحتجاجات وتقلصها نوعا ما. دوليا مشاهدين طالبت المفوضية الأوروبية كل العالم بضرورة الرد على انتهاكات إيران لحقوق الإنسان وفرض عقوبات ضد النظام الإيراني المتهم بانتهاك المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان وتصنيف الحرس الثوري الإيراني كمنظمة إرهابية. امروز 24 دی مردم برای اینکه شب از سرما نمیرند چون گازو قطع کردن کلا. مردم تو صف وایسادن به خاطر اینکه پیکنیکاشون رو پر کنن که شب از سرما یخ نزنند. مردم همه تو صف گازن.